فقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت فيها أن التقوى ليست في مكان دون مكان، وليست في حال دون حال، وإنما في جميع أحوال العبد وفي جميع الأمكنة يتقي الله. لأنه في ناس بيتقي الله برا في الناس، تلقى في المواصلات طيب، وتلقاه ما شاء الله فيه خير، يجي عمك كبير يقوم له يقول لا اقعد يا حاج، ويجي تجي مره ما قادر تقيف يقول لا اقعد، والى اخره. تلقى في البيت في اولاده ما بيتقي الله سبحانه وتعالى، تلقاه شديد على الاولاد وينهر وينبذهم، وتشوفه برا تقول ده احسن زول، تشوفه جوه البيت تتعجب منه. ولا يتقي الله في ابنائه، يملون الديجيتال خاتيو اكثر البيوت. والله انا مره طلعت محل عالي زي السطوح في بحر الكلام، ومعاي استاذ، اثنين كنا اساتذه. المهم قال لي عليك الله عين في البيوت دي، اكثر شيء ظاهر شنو؟ ها انت كدي اشوف لك حاجات بيوت كثيره زي الحمام في البيوت البعيده. قال لي شفت الطبق ده اكثر شيء، بيت تلقى جالوس ما عيب، ما مشكله، ما كويس، وتلقاه ذا رقع تخد جوا، تلقى ما فيه كاميرا، العود ذاته الماسك الشغله مشقوق، بدا يصلحوا البيت الديجيتال قاعد برا. والله الذي لا اله غيره. وديل يقول لك العيشه بجنيه، وما ديجيتالك دي معصيه بتبقى بجنيه. ناس قاعده يا اخت ساهر في المعصيه، افلام وما بعرف مسلسلات واشياء كثيره جدا. والله الذي لا اله غيره، وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ولك الاولاد مرقوا من يدنا، الاولاد ربيتهم كيف يا اخي؟ امراه عمران قبل ما تلد قالت اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. من البداية خاطبت الله سبحانه وتعالى إذا صح التعبير، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قبل ما تلد قالت يا الله الولد ده بعد إمره بس دليك إنت يخدم البيت وإلى آخره ومحل العبادة وللدين. فلما وضعتها قالت ربي إني شنو؟ وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا إلى آخر الآية. قبل ما يلدوا الولد نيته طيبة، هسي قبل ما يلدوا يقول لك والله زوجنا غايته دارنا نجيب لنا كم ولد كذي، هالزول الظروف دي بعد يكبر بيساعدوه غايته بعد يكبر، يعني هم أم يكبر وبس ولد ده شنو؟ ما للدين. أنا والله استغرب، أنا ما لقيت زول قليل غايته، الله أعلم، ما بتذكر زول قال ولدي ده دكتور وده مهندس وده بيشتغل تلاقوه في السوق وده مركته للدين. ولدي ده بس شفته مركته لدين الله، يحفظ القرآن ويحفظ السنة وينشر الدعوة دي بين الناس وأنا بساعده. لاقاكم زول زي ده؟ يقول لك والله الواد ده الله يحفظه ماله، والله شاطر شطار، الرياضيات دي غايته ما شاء الله، سين مع صاد بيجوبيكن سوا وما بعرف ايه، ما والفيزياء دي برضه ما شاء الله، الموجب مع السالب وشنو اذا كذي والى اخره، وذاك بيغادي الكيمياء. يا ناس ناقصين كيمياء بالنسبه للولد، يعني ما قدام ديلك الموضوع ده ما طويل، لكن في نهايه الامر الولد يربوه على تربيه دنيويه. فلذلك في نهايه الامر انت الواجب عليك ان تتقي الله في ابنائك، فلا تدخل عليهم ما يفسد عليهم دينهم واخلاقهم. البنت تلقاها متبرجه، اجي انكر عليها
ده لو انكر ولا بتي لبسك ده شين، كيف ما بتلبس شين وهي بتحضر في المسلسل؟ البيت قدوتها ما الصحابيات، ما قرت السيرة، البيت بتعرف الفنانة الفلانية والممثل الفلانية والمسلسل الحلقة الأخيرة، تلقائي في المسلسل وما تعمل في الملاح، وهي في المسلسل وما تقوش وتمشي وما، وكلام طويل جدا، وديك بيغادي حبوبتها تغسل في هدومها وهي تحضر الدخلات دي تلدمنه في البيت، ده زولك ده ذاته. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول شنو عن رعيته، فتربيهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، زي ما كانوا زمان السلف بربوا أولاد على الطاعة، كانوا بربوا أولاد على الطاعة. إمام مالك أمه تقول له اذهب، يقول لك اذهب إلى ربيعة الرأي، فخذ من أدبي قبل وسمتي قبل علمي. والإمام أحمد صغير في السن وبعطاه يرسم، أمه تديه جراب، تديه المهم فيه عيش اللي هو خبز يابس، نقول له اذهب فاطلب العلم. أمه من صغير طوال يمشي يطلب العلم، وهكذا يتعلمون ويستفيدون ويصيرون أئمة. وحمزة رضي الله عنه يسوق معاول الصيد الزبير بن العوام، وصفية أمه ترسله مع خاله حمزة يمشي يصطاد هناك الأسود وغيره وكذا، يمشي يواجهها في الغابة. فلذلك كانوا يربون أبنائهم على الخير وعلى الشجاعة وعلى القوة وعلى 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 وعلى. هس يا أخي والله والله الذي رفع السماء يحكوا لنا أشياء تشيب منها الرؤوس، ولولا أننا لا نريد أن نكون سببا في انتشار الشر ومن وجه نريد فيه به الإصلاح لذكرنا بعض المواقف المؤلمة من الشباب اللي بيبيعوا أعراضهم عشان يشربوا بنجو ويعمل ويفسد ويفسد ويفسد، وكلها تربية في نهاية الأمر. فتتقي الله في أبنائك وتتقي الله في والديك وتتقي الله في الكل.